لو دخلت الفيديو ده يبقى الفيديو ده بيهمك، فتابعيني لحد اخر الفيديو علشان هقول لكم تطريقات كتيره قوي على البنطلون الكاروهات. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعه. تمام يا بنات، الفيديو ده طلب مني ان اعمل تنسيقات على بنطلون الكروهات. انا اساسا ما عنديش بنطلون كروهات، فاعمل ايه؟ عملت سيرش وجبت شويه تنسيقات علشان نستنفع بيها. تمام، يلا بينا. دي اول صوره معايا، بنطلون كروهات اسود فابيض عليه الحزام وعليه كوتش ابيض والشراب اسود وتيشرت اسود. فمعنى كده ان ده تنسيق سهل قوي وموجود عند اي حد عندنا، ماشي؟ اللي هو تلبسي تيشرت، اي تيشرت عادي و كوتش ابيض، فبالتالي انت جبت اللونين على البنطلون الكروهات. دي اول صورة. تاني صورة معايا البنطلون الكروهات اللي هو جاي على رمادي شوية، ده برضو ملبوس عليه كوتش ابيض وتيشيرت ابيض وجاكيت جلد، ماشي؟ فبرضو كويس. الطرحة بقى ممكن تلبسها لونها اسود في التنسيقين اللي انا وريت، في الاتنين التنسيق اللي انا وريته لكم. نيجي بقى على التنسيق برضو الشتوي بقى شوية، اللي هو بنطلون كروهات مربعات برضو اسود في ابيض، ممكن تلبسي عليه بروفال ابيض بس وطرحه سودا، هيبقى شكلك عسول قوي. برضو في الكروهات اللي هي طالعه موضه قوي ومنتشره، هي تحس ان هي كروهات جايه من الثمانينات والتسعينات، اللي هي رمادي في ابيض برضو، ده بيتلبس عليه تيشرت ابيض او بروفال ابيض، ماشي؟ وكوتش ابيض. ممكن نبقى على تنسيق شتوي تاني، اللي هو نلبس البنطلون الكروهات بس عليه قميص ابيض طويل شويه وبروفال اسود وشنطه سودا وكوتش ابيض وطرح سودا او ابيض، تمام؟ او نعكس الالوان، يعني نلبس القميص هو اللي لونه اسود والبروفال هو لونه ابيض، على حسب ايه اللي عندك والمتاح، والكوتش اسود او ابيض، ماشي؟ هنيجي بقى على تنسيق شتوي تاني، اللي انت ممكن تلبسي بنطلون كروهات اي لون على تيشيرت صغير ابيض، ماشي؟ وكوتش ابيض، وممكن تلبسي عليه جاكيت مثلا جملي او اي لون عندك، فهيليق وهيبقى شكله حلو. هنيجي برضو على هايكول اسود اهو وبنطلون كروهات، فبرضو هيبقى شكله حلو، وبوت صغير اسود هاف بوت اهو باين، برضو شكله عسول قوي. ممكن نلبس برضو على البنطلون الكروهات اللي هو رمادي في ابيض تيشيرت لونه اللي هو الاصفر ده، اللي هو اللون اللي هو لون العدس ده، اسمه ايه اللون ده؟ برضو منتشر قوي في الشتاء السنه دي، فبرضو بيبقى شكله عسول، انتوا شايفينه في الصوره اهو. هنيجي بقى على التنسيق الجاي، ده عباره عن بروفر لونه سيمون او بصلي على كوتش ابيض في حته لونها بصلي اللي هي بتطقم يعني مع البروفر، وبنطلون رمادي على فيه خطوط بصلي، ماشي؟ وحلق بصلي لو انت مش محجبه. لو انت محجبه ممكن تلبسي طرحة بصلي او اي درجه من درجات الرمادي دي، هيبقى شكلك عسول برضه، او لون ابيض لون اسود. ثانيه، ماشي. نيجي بقى على اخر تنسيق معايا النهارده، وهو بنطلون كروهات الرمادي في الاسود في الابيض على كوتش ابيض على النضاره السوداء، طبعا بتدي شغل جامد، على شنطه سوداء وعلى بلوفر يعني اوفر سايز شويه لونه بيج او سكري، تمام؟ ده اخر تنسيق معايا، يا رب يكون عجبك التنسيقات دي. الاغلبيه البنطلون اللي بيبقى رمادي في ابيض، يعني ده الاغلبيه اللي نازل حتى في المحلات كلها، ماشي؟ بس انا جبت اغلبيه الالوان كلها، ماشي؟ يا رب يكون عجبكم الفيديو، وتابعوني الفيديو الجاي. يلا باي باي.